السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله متابعي الكرام. يا هلا وكثير الهلا بيكم، يا هلا وكل الهلا. طبعا هذا الرغم تسميد اسبوعيا، العامل هذا ما شاء الله عليه مهتم بالرغل، يسمده يوم اسبوعيا تسميد داير مداير الشتلة. هذا راح يعبي المكان الرغل، طريقة السقي نظام اليلبة ما شاء الله. فما شاء الله في تفرعات كبر الورقة، أوراق كبيرة، تفرعات كثيرة، رغم أنها شتلات صغار لكن ما شاء الله. شوف التسميد متواصل، حتى العشب يشيله أول بأول، أعشاب ما فيه. طبعا هذا نبقى فيه السعد موجود لكن يشيله أيضا أسبوعية. لكن طبيعة نبات الرغل يعني مقاوم للحشائش، يعني جربناه مع الحشائش، مع الثيل، مع يعني بعض الحشائش المزعجة يتغلب عليها، يتعايش معها، يتكيف ما شاء الله تبارك الله. هذا السماد شوف، تقبلوا تحيات محدثكم مبارك الزهري.